صباح الخير يا نهاوند، صباح الخير يا كريم، صباح السعادة على جميع أعضاء النادي الأهلي ومحبي ومشجعي النادي الأهلي. النهاردة عندنا جزء من الكلاس بتاعنا اللي بنقدمه داخل جيم النادي الأهلي، اسمه أونشير أب 50. النهاردة حبينا نقدمه لجميع كبار السن اللي بيشوفونا من خلال البيت، هيستفادوا جدا مع مجموعة من التمارين هتعمل تقوية العضلات بتاعتكم، في نفس الوقت هتدينا شوية من السعادة وتغير من المود بتاعنا وإحنا في البيت. هنبدأ النهاردة مع كابتن النادي الأهلي، هنعمل ورم أب خفيف. يلا أب، 1 2 3 4 5 6 7، إيدي اليمين بس، 1 2 3 4 5 6 7، الإيد التانية، 1 2 3 4 5 6 7، أضم القدام، 1 2 3 4 5 6 7، فالس للجنب، أب، 1 2 3 4 5 6 7، 8، إيدي قدام وهعمل بانش، 1 2 3 4 5 6 7، هنكرر تاني، 1 2 3 4 5 6 7، 8، إيدي أحطها على كرسي جنبي، يكون كرسي ثابت في الأرض مش بتحرك تحت رجلينا خالص، إيدي ماسكة كويس، هفرد رجلي اليمين وهعمل up and down. أهم حاجة يكون مشت رجلي اليمين عليا، يبقى لفوق مش هيبقى لتحت، 4 5 6 7، الرجل التانية، 1 2 3 4 5 6 7، أبدل الرجل التانية وأثبت، 1، نفس مهم جدا مع بعض، 2 3 4 5 6 7، الرجل التانية، أب، 1 2 3 4 5 6 7، أبدل الرجل التانية، أفرد وهشتغل بمشت رجلي بس، 1 2، مع النفس، 3 4 5 6 7، أبدل الرجل التانية، أب، 1 2 3 4 5 6 7، 8، ناخد نفس كبير، أرجع تاني رجلي اليمين وهعمل سيركل للخارج، دايرة صغيرة، 1 2 3، أثبت مشط رجلي، 4 5 6 7، أبدل الرجل التانية، يلا، 1 2 3 4 5 6 7، 8، نعمل مارش أب، 1 2 3 4 5 6، مفصل الركبة يكون لفوق، 7 8، يمين بس، 1 2، بالراحة، 3 4 5 6 7، هثبت فوق، 1 2 3 4، نفس، 6 7، أبدل الرجل التانية، up and down، 1 2، بالراحة، 4 5 6 7، هنثبت فوق، 1 2 3 4 5 6 7، 8، خلي رجلي الاتنين على نفس اللاين وهطلع على مشط رجلي وانزل، 1 2، بهدوء، 3 4 5 6 7، 8، هفتح رجلي شوية عن بعض وهبدأ أشغل إيدي الاتنين مع رجلي اليمين، أب، 1 2، بالراحة، 3 4 5 6 7، الرجل التانية، 1 2، نفس، 3 4 5 6 7، 8، وإحنا قاعدين ممكن نعمل vibration، يلا، 1 2 3 4
خمسة ستة سبعة ثمانية، هياخد نفس. One more. بنفرد رجلينا الشمال مع ايديا اليمين فوق مفرودة، وبيطلعوا مع بعض مفرودين وعلى مهلنا خالص. يلا واحد اتنين تلاتة بالراحة، أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، هنبدل. يلا واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، هناخد نفس كبير وطلعه بالراحة. One more. Again. التمرين الجاي مهم قوي للي عنده أي مشكلة في كتفه أو في رقبته. بنفرد إيدينا للجنب، كوي متي تانية بسيطة، وببدأ أعمل سيركلز. واحد اتنين تلاتة أربعة خمس ست سبعة ثمانية، هضم ايد وافرد ايدي التانية. واحد اتنين تلاتة أربعة خمس ست سبعة ثمانية تسعة عشرة، وهزبط. لو في حد عنده أي مشكلة في الجهاز العصبي بنبدأ نفتح إيدينا وبنضم، وممكن نزود الكرة الطبية الصغيرة نشتغل عليها برضو وإحنا قاعدين. أربعة خمسة ستة سبعة قدام، نفس التمرين. واحد اتنين تلاتة أربعة خمس ست سبعة ثمانية، هريح وهاخد نفس جامد، اطلعه بالراحة. هبدأ ازود ايدي لفوق مع النفس. One more. وبكده يبقى قدمنا مجموعة كبيرة جدا نقدر نستخدمها في البيت واحنا قاعدين من غير خالص ما نأذي نفسنا او نبقى معرضين ان احنا نقع واحنا بنشتغل. خلينا ثابتين على ارض ثابتة واحنا قاعدين في مكاننا، وان شاء الله نبدأ نزود كل مرة تمارين مختلفة. ربنا يحفظنا جميعا، وإلى اللقاء.